بالمستهل وبتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم وغدا بمدينة سوتشي الروسية في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية الروسية. ويندرج هذا الاجتماع الوزاري في إطار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمخضت عن القمتين الأولى والثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية الروسية، حيث ينتظر أن تتمحور الأشغال حول سبل وأفاق تعزيز الشراكة الروسية الإفريقية في عدد من المجالات ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين. هذا وأجرى عطاف أمس محادثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وقد سمح اللقاء باستعراض واقع وأفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا شهر جوان 2023، وما أفضت إليه محادثاته مع رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والساحل الصحراوي. بموجب الحركة الأخيرة في سلك الولات والولات المنتدبين التي أقرها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أشرف على تنصيب علي مولاي واليا لولاية تيبازا بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالات المواطن باعتباره أولوية الأولويات. نظمت صباح اليوم عبر الوطن عملية قرعة الحج لموسم 2024-2025 عبر مختلف البلديات من أجل تحديد القوائم النهائية. العملية جرت في ظروف تنظيمية محكمة ووسط فرحة الفائزين وذويهم. في الانشغال الصحي، أشرف أمس وزير الصحة عبد الحق سايحي على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول أمراض الرئة الذي نظمته الجمعية الجزائرية لأمراض الرئة، حيث تعرض خلاله آخر بروتوكولات العلاج التي توصل إليها هذا الاختصاص. وبالمناسبة أكد الأطباء المختصون على أهمية الوقاية من هذا المرض الذي انتشر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. في أخبار أحوال الطقس، تشهد عدة ولايات من وسط وشرق البلاد تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية، وذلك ابتداء من ليلة الأحد لغاية يوم الاثنين حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي كل من ولايات تيبازا والجزائر والبليدة، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم خلال مدة صلاحية النشرية. كما تخص النشرية ذاتها ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطارف، حيث من المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار ما بين 40 و60 ملم، ويمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 80 ملم مع توقع هبوب رياح قوية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون بين الليلة الماضية وفجر اليوم في قصف لقوة الاحتلال لحي الشجاعية ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة وخيم النازحين في خان يونس ومنازل بمدينة رفح. كما نسف الاحتلال الصهيوني مباني سكنية بمخيم جباليا، وقد ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 39 شهيدا على الأقل وأكثر من 120 جريحا. في لبنان، ليلة عنيفة شهدتها مدينة صور بعد استهداف الجيش الصهيوني لثلاثة مباني سكنية بسلسلة غارات أسفرت في حصيلة غير نهائية عن سقوط 6 شهداء وأزيد من 30 جريحا، كما استشهد 4 أشخاص في غارة على منزل الغندورية، وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف محيط منطقة رأس العين وسهل القليلة. بالمقابل،
استهدفت المقاومة اللبنانية ناقلة جنود تابعة للجيش الصهيوني عند مرتفع ساري في الشمال الغربي، فيما شنت هجوما جويا على تجمع لقوات صهيونية شرق مارون الراس. في أخبار الرياضة، تتواصل اليوم الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 4 مباريات، ويتصدر هذه الجولة لقاء القمة الذي يجمع بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر بملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد بتيزي وزو. أما عن باقي برنامج هذه الجولة لنهار اليوم فيكون صناعة الحرفية وتثمين دور الحرفيين في التنمية الاقتصادية. تحيي الجزائر اليوم الوطني للحرفي، وبالمناسبة نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالعاصمة احتفالية خاصة بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية وعدد من الوزراء. وزير القطاع أكد أن جهود الدولة لدعم الحرفيين متواصلة، حيث بلغ عدد النشاطات المسجلة ما يقارب 460 ألف نشاط، فيما وصل عدد مناصب الشغل المستحدثة أكثر من 1,000,000 منصب. وبذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري، عودة من جديد إلى الزميلة فايزة باشي.